Good morning, afternoon. صباح الخير ومساء الخير ومرحبا بكم في جلسة نقاشنا. أنا اسمي نيل كوليم وأنا مدير البحوث في الأبحاث واستطلاعات الرأي سبرينغ تانك، وسعيد بتشاركي هذه الندوة اليوم عن وظائف أفضل الغد الجاذبية والأهمية المتزايدة للمؤهلات البديلة في المملكة العربية السعودية مع دكتور مارك تومسون والدكتور هناء المعيبد. دكتور مارك رئيس برنامج الدراسات الاجتماعية والاقتصادية. في المحاضرة سأناديهم مارك فقط وذا الدكتور بمركز مايك فيصل لبحوث الدراسات الاجتماعية. دكتور هنا باحثة في المركز، وأود أن أجعل هذه المحاضرة بأكبر قدر ممكن حوارية وتفاعلية لنقدم النتائج الأساسية من التقارير. وأود كذلك أن أقول أولاً تهانينا على التقرير الذي قمت به، هو الأول من نوعه في المملكة العربية السعودية، لذلك هذا إنجاز هائل حقيقي. مارك، أود منك أولاً أن تضع السياق أولاً لهذا التقرير، ربما تشرح قليلاً عن المنهجية من ورائه. أرى أنه يتدفق بشكل طبيعي من تقريرك الأخير الذي عملت عليه، الوظائف الجيدة والوظائف السيئة، لذلك كيف يمكنك أن تضع هذا التقرير في سياق العمل الذي تقوم به لنرى التوجه العام وكذلك الاتجاه العام وأيضا الأساس المنطقي لهذا البحث؟ مساء الخير والسلام عليكم ومرحبا بالجميع. شكرا جزيلا على المقدمة يا نيل، وشكرا على الإشارة إلى أن هذا تقرير تابع لعمل قمنا به للوظائف الجيدة والوظائف السيئة في التقرير السابق، وهو في الحقيقة جزء من مشروع أوسع وأكبر ينظر إلى المجتمع والتعليم والتوظيف في المملكة العربية السعودية. العمل أو هذا البحث والكتابة في هذا الموضوع بالتحديد أو هذا التقرير بالتحديد كان أنني لاحظت في حسابي لينكد إن الخاص بي، حيث لدي مجموعة من الطلاب السابقين لي الذين علمتهم أو أدرستهم سواء في جامعة الأمير سلطان وجامعة الملك عبد الله للعلوم والمعادن هنا في السعودية، والكثير من الطلاب منضمين لي على لينكد إن، ولاحظت أنهم باستمرار هؤلاء الطلاب السابقون غالبيتهم الآن ربما ليس بلا عمل، وأيضا ربما يحصلون على شهادات جديدة، شهادات مختلفة في اعتمادات بديلة ومؤهلات مهنية بديلة يقومون بالحصول عليها بينما هم في وضع البطالة أو بلا عمل، وكذلك إلى جانب ذلك هناك أيضا يقومون بنشر أشياء مثل سيرهم الذاتية، وبالطبع بينما العديد منهم يطلبون مني توصيات حاليا أو غالبيا ما يطلبون مني القيام به حاليا هو أنهم يطلبون مني أن أقوم بكتابة التوصية مباشرة على لينكدين. إذن هذا نوع من الظاهرة الجديدة التي تحدث حاليا، لذلك ربما جعلني ذلك أبدأ التفكير. إذن نحن نراهم الآن يقومون بالبحث عن هذه الشهادات البديلة على الإنترنت، ولماذا ذلك؟ ما السبب وراء ذلك؟ هل هو بسبب طلبات التوظيف؟ هل هو بسبب المهارات التي لم يتعلموها عندما كانوا في الجامعة التعليم الجامعي عندما كانوا يدرسون درجات البكالوريوس؟ هل هو توجه على سبيل المثال؟ وكل هذه الأسئلة وكل هذه الأشياء طرأت على ذهني، لذلك بدأت أشعر أنه من الواضح أن هذا شيء ربما يحدث بالفعل ويتزايد، لذلك كان هناك حاجة إلى إلقاء النظرة على ذلك الأمر. وبالإضافة إلى ذلك التقيت الكثير من طلابي السابقين هنا في المؤسسات المختلفة، ومن خلال حواري ومحادثتي معهم بينما كنا نتحدث عن فرص التوظيف وتحدياته، في الغالب يذكرون أن هنالك أو النقاشات تكون أن هنالك اعتمادات وشهادات بديلة. مثلا على سبيل المثال في التقرير مثلا كتبنا هذا، هنالك اثنان من طلاب جامعة الملك فهد البترول المعدني يقولون أن أمازون السعودية كانت توظف، ولكنهم وجدوا في إعلان الوظيفة أنهم يتطلعون إلى أفراد لديهم شهادات مهنية معينة مرتبطة باللوجستيات أو الخدمات اللوجستية. وبالنسبة لي هذا يوضح كثيرا
وعيهم alternative credentials and indeed the fact that employers بما يجري أو ما يدور من حولهم أو بحقيقة أن أصحاب العمل كذلك بدأوا يطلبون بعض هذه الشهادات. إذن هذا هو العمل الخلفي للبحث، وبدأنا نفكر أن هذا الموضوع مثير للاهتمام ويستحق البحث. شكرا لك مارك. وهنا هل سألتك رجاء هل يمكنك أن تساعدينا في تحديد الاعتمادات البديلة أو تعريف الاعتمادات البديلة؟ هذه بداية ربما مفيدة دائما، وهل هي بديلة فعلا؟ أو هل قدمت لنا بعض المعلومات عن الخلفية النظرية وليست فقط الخاصة بالسعودية ولكن ربما هنا في أوروبا كذلك؟ لذلك هل أعطيتنا نظرة أو سياقا عاما لننظر إلى هذه الأشياء البديلة؟ نعم، شكرا جزيلا، إنها سعادة كبيرة لي أن أتحدث عن هذا التقرير. كانت أوقات مثيرة للاهتمام عندما قمنا بهذا البحث، وسأتحدث كثيرا عن من شارك فيه، وحقيقة أننا كنا قادرين على معرفة أو درس ما يجري في المملكة مقارنة بما يحدث أو بالإضافة إلى ما يحدث في أماكن أخرى من العالم. الاعتمادات أو الشهادات البديلة هي الشهادات أو الاعتمادات التي يتم منحها منفصلة عن التعليم الاعتيادي أو التعليم النظقليدية أو العادية. إذن هنالك قد يكون هنالك شهادات إضافية أو بعض الدورات التدريبية أو بعض الشهادات المصغرة التي يمكن أن تحصل عليها عبر الإنترنت من خلال القيام ببعض من مصادر مفتوحة ودورات تدريبية من مصادر مفتوحة، أو بالإضافة إلى كذلك ربما الليسانس أو البكالوريوس وغيرها، وتحصل على شهادات ربما في نهاية هذه الدورات التدريبية. لذلك هذا تعريف نوعا ما، وأعتقد أن العديد من الناس يعرفون بعض أنواع هذه الاعتمادات البديلة الشائعة، أشياء مثل إدارة المشاريع أو أخصائي إدارة مشاريع أو شهادة المسؤول المالي والسي اف اي والمحاسب المالي المعتمد، وهي شهادة مالية. إذن هذه هي الأشياء التي ربما في العادة تسعى للحصول عليها عادة بعد الحصول على نوع من المؤهلات، ولكن ليس دائما. إذن وسأخبرك المزيد عن بعض السياقات لماذا هذه الأشياء زادت، وربما سأتحدث ذلك بعد ذلك عن المزيد من الأمثلة. الفكرة هي أنه مع تغير في التعليم الجامعي وكونه جامعي أكثر ودولي أكثر، هنالك مفاوضات جديدة بين سوق العمل وبين من يحصلون أو من يزودون بالمؤهلات، بمعنى ما يرمز إليه ذلك وما يحدده ذلك وما يعبر عنه ذلك. وهنالك أيضا نوع من التوجه أو الاتجاه ناحية زيادة المزيد من الشهادات أو الاعتمادات على الدرجات، درجة الماجستير أو درجة البكالوريوس بعد إنهاء التعليم الرسمي، والكثير من الناس يعرفون ذلك على الصعيد العالمي. السؤال أصبح إذن من الذي يمنح هذه المؤهلات الإضافية وما الذي يرمزون إليه، ما القيمة التي يضيفونها للشخص الذي يحصل على المؤهلات وللأصحاب العمل في سوق العمل، وما الذي يرمزون إليه وما الذي يمثلونه؟ وهذا أمر شائك بعض الشيء، لأن درجات البكالوريوس مثلا يعرفون هذه الأماكن التي تمنح المؤهلات وهذه الخلفية وطريقة هيكلاتها وممارسات التدريب وكل هذا النظام بالكامل هم معروف لغالبية الناس ونظام قديم جدا. مع الأنواع الجديدة قد يكون هنالك جهة، على سبيل المثال مع مثلا في حالة شهادة المحاسب المالي المعتمد هي مدفوعة، ومجرد أن تحصل على الشهادة هنالك رسوم سنوية تدفعها لتبقى حاصلا على هذا الاعتماد. لماذا هذه المؤسسة تقول أن هؤلاء الناس مؤهلون؟ من هم؟ هم ليسوا جامعة، ولماذا هي للربح؟ إذا كانت كذلك لماذا ندفع لها؟ إذن هنالك أسئلة تطرأ وتظهر عندما نتابع هذه الاعتمادات البديلة، وأعتقد أننا لسنا متأكدين 100% في سوق العمل عنها وفي وزارة التعليم عالميا، لأن بعضها ذو سمعة أكبر على سبيل المثال من ناحية منح شهادة المحاسب المالي المعتمد، وبعضها أقل شهرة، وبعض الناس يبحثون على أشياء منها قد تكون أرخص أو أسهل الحصول عليها، لكن ما زالت تبدو جيدة.
لذلك أعتقد أن الاتجاه على لينكد إن يعكس اتجاها رأيناه في المملكة ونراه أن الناس يحبون الحصول على شهادات في نهاية أي تدريب وبشكل أساسي يحتفظون بها وتأتي معك في كل طلب وظيفة أو مقابلة تذهب إليها. هذا الأمر شائع لأنه تقليدياً كان الأمر شائعاً في المملكة، لكن الخطر في الموضوع هو أن الشباب قد يسعون إلى شهادات ربما لن تساعدهم في سوق العمل بينما هم يعتقدون أنها ستفيدهم ويدفعون المال للقيام بذلك، بينما ذهبنا إلى أماكن مثلاً أخرى وهي ربما أماكن نظرة الاعتماد أو هذا المنح لهذه الاعتمادات تتم جداً. شكراً لك. أعتقد أن هناك الكثير في هذا الأمر يجب أن نناقشه وسنعود إليه لاحقاً. بعض الكلمات التي ذكرتها تتعلق في نهاية تقريرك هو مرض الدبلومات، وأرد أن أركز على ذلك لاحقاً، لكن هذا شيء بينما كنت أقرأ التقرير هذا شيء عالق في ذهني، إذن كان من الجيد اكتشاف هذه النقطة كذلك. مارك، ربما يمكنك أن تخبرنا المزيد عن المنهجية التي وظفتها، وأعرف أن لديك هذه الوصول في المملكة وكيف يمكنك أن تضع ذلك معا. أعتقد أنه تبعا لما قاله أنا في هذا التقرير هنالك مجموعة من هذه الاعتمادات البديلة التي يأخذها الناس في السعودية، وإذا أردت الناس أن ينظروا إليها ربما كما ذكرت أنا بعضها وربما ذكرت كذلك بعض الأشياء الأخرى. Yes, I mean in terms of the methodology. عندما فيما يتعلق بالمنهجية نحن طبقنا منهجية متمازجة أو مختلطة، طرحنا أسئلة وكان لدينا أسئلة بحثية وكان لدينا ما هي التوجهات الحالية فيما يتعلق بالاعتمادات في المملكة العربية السعودية، كيف تغيرت ما حالتها، ما حالة الشهادات المعتمدة في السعودية، وما هو الشكل، ما وضع العرض والطلب فيما يتعلق بالشهادات المختلفة. قمنا بعمل استطلاعات رأي بالإنجليزية وبالعربية، كان لدينا جلسة ورش عمل حضوري، ورشة عمل حضورية، وكان لدي كذلك ندوة الافتراضية وكذلك محادثات فردية. وأعتقد أننا عادة نبحث، نحن بوضوح نفهم أن البنات قادمة من كل هذه المنهجيات المختلفة، قد لا تكون ممثلة بشكل كامل ولكنها تمنحنا إطارا مفيدا لفهم النقاط الأساسية والاتجاهات في المؤهلات، في كل من المؤهلات الأساسية مثل البكالوريوس وغيره وأيضا المؤهلات البديلة في المملكة. وبالنسبة لنا ما هو مهم جدا في التعامل مع ذلك الأمر من هذه الطريقة هو أنه سمح لنا أن نضع يدنا على الاتصالات والروابط المشتركة وتحديد التوجهات المشتركة في بناء ورشة العمل والندوة الافتراضية والاستطلاعات الرأي والأسئلة الموجهة، وهذا جعلنا من خلال البحث أن نأخذ في الاعتبار السيناريوهات المستقبلية. وكنقطة بداية بينما أشرت إلى لينكد إن في البداية فيما يتعلق بالحديث والقيام بهذه البحوث، قمنا بإجراء استبيان أو استطلاع رأي سريع جدا على لينكد إن نفسه، سألنا فيه ما إذا كان أم لا الناس يفضلون أم لا المؤهلات التقليدية الأكاديمية على المؤهلات المهنية، وأي واحدة منها يعتبرونها أكثر فائدة فيما يتعلق بالأمر المذهل. ولم يكن الأمر مذهلا لأننا قمنا بذلك على لينكد إن، لذلك 66% صوتوا لأجل الشهادات المهنية، وأدركنا أن هذا بالطبع لمحة ليست كاملة لمجموعة من الناس متعلمين بشكل جيد وسعوديين مهنيين، لكن يبدو لي أنه يشير إلى أولويات زائدة واتجاه يدفع نحو المؤهلات البديلة. وأيضا أضيف إلى ذلك أنه بالأمس المركز السعودي لاستطلاع الرأي أطلق تقريره عن استخدام التطبيقات في المملكة في عام 2023، وطلعته ورأيت أن لينكد إن فيها تقريبا 25% زيادة في السعودية منذ السنة الماضية، لذلك أعتقد أن هذا يتواءم مع ما كنا نتحدث عنه. وأجرينا كذلك بعض المقابلات وطرحنا بعض الأسئلة عن نوعية المؤهلات التي يفضلها الناس ولماذا، وأيضا ربما لم يكن من المذهل ذلك، ولكن عندما طرحنا سؤال عن هل تفضل الشهادات الأكاديمية أم البديلة، غالبية المستجيبين، وهذا طبعا يرجع إلى ما قالته هنا، 66% فضلوا مزيجا من الاثنين، و
تحدثنا بعد ذلك أيضا أو أخذنا ذلك أيضا إلى ورشة عمل في مركز الملك فيصل، وكنا محظوظين، كان لدينا أشخاص من وزارة السياحة، وزارة الاستثمار، ومسك، وصندوق التنمية الصناعية السعودي، وكذلك طالب سابق لي من صندوق الاستثمارات العامة، بالإضافة إلى عدد كبير من الأشخاص الآخرين. وكانت الورشة تناقش أسئلة ومواضيع تتعلق بالتوجهات وكيف تغير مشهد الشهادات في السنوات الخمس الماضية، وحاليا يفضل السعوديون الحصول على شهادات أكاديمية وشهادات بديلة كذلك. والورشة كانت تدور حول ذلك الأمر بشكل كبير، وتابعنا ذلك أيضا بندوة افتراضية كان فيها عدد من المهنيين الذين انضموا إلينا ليتحدثوا عن ذلك أمر أيضا. لذلك وجدنا أنه باستخدام هذه الطريقة المنهجية كنا قادرين على الوصول إلى المزيد من المعلومات، والكثير من هذه الفوائد من الممارسين ومن أشخاص يواجهون هذه القضية في عمليات التوظيف أيضا، وهذا شيء مهم جدا. قبل أن أتطرق إلى النتائج هنا، أود أن أشير علي أن أعتذر هنا، أشير للجمهور أن هنالك ترجمة فورية تحدث نسيت أن أذكرها، لمن لم يجدها بعد هي متاحة، يمكنكم الضغط على الأيقونة الخاصة بها. أنا يمكنك أن تبدأي تضع لنا بعض أهم نتائج البحث، ومن ثم يمكننا أن نتحدث فيها فيما بيننا ونتبادلها، وهي أهم شيء في حوارنا اليوم. نعم بالتأكيد، أعتقد أننا ما سمعناه هو أن المؤهلات التقليدية والدرجات من الجامعات ذات سمعة الجيدة ما زالت لها موجودة، حتى هذه تبقى التفضيلات، فهذه تعتبر تفضيلات فهي مكملة وليست بديلة، وأعتقد أن الشباب في المملكة يدركون ذلك وما زالوا يتابعون هذا كأول ما خيار لهم، وسأحصل على الدرجات الأساسية أولا ثم بعد ذلك أتابع المؤهلات المهنية. وأعتقد أننا وجدنا ذلك على نطاق واسع، لكن أحد الأشياء المثيرة للاهتمام أو الخطوات بالنسبة لي أنه عندما نتحدث عن الاعتمادات البديلة وما نحتاج إلى أن نتدرب عليه، هو أنه أحد المشكلة هي أن هذه المؤهلات خارج عن سياق بعض الشيء، أحيانا يكون نخرج منها بمهارات ربما تضعنا في موضع تكون هذه المهارات متابعة أو مناسبة لوظيفة واحدة ما، ولا يوجد ربما شخص يعطيك أي شيء آخر لتقول أن لديك هذه المهارة بشكل موثوق، وأن لديها عملة في سوق العمل لديها ثمنها، لذلك انتهى الأمر بك ربما في سوق العمل وكأنك لم تحصل على هذه الشهادة أو هذا التدريب، ولكن بسبب أنه ليس يوجد شخص يعترف به، أو لذلك هذا الشيء موجود، ولكن في ذات الوقت هنالك هذا الضغط، نحتاج المزيد من الناس في سوق العمل، نواصل سمعنا هنالك نقص في المهارات، إذن الشهادات البديلة تبدو كأنها الحل لهذا التحدي. الكثير من هؤلاء الشباب هم قلقون بشأن مستقبلهم ويريدون الحصول على أفضل وظيفة ممكنة تساعدهم على النمو في هذه المسيرة المهنية، ويبدو ذلك على أنه حل سهل جدا للقيام بذلك، وسمعنا ذلك من الكثير من الشباب أنفسهم، وتحدثنا عن كيفية أننا بحاجة ربما إلى تسليط الضوء على أهمية المؤهلات العامة، وكنا نقول لها ربما نحتاج وظائف الآن ولذلك نحتاج إلى تسليط الضوء على أهمية هذه الأمور، لذلك نحن هنا هذا يعزز من تطلعاتنا أشخاص آخرين. وأعتقد أن الشيء الآخر الخاص به هو ما الذي يجب أن نتدرب به، وهل نتدرب لهذه المهارات التي ربما لا يحتاجها أحد في الأسابيع الأربع أو خمس القادمة، أو نتدرب لمهارات أكثر تنوعا أو نوعية. أشعر وكأن هنالك تقريبا بعد بعض الشيء عن المعرفة العميقة التي نحتاجها لتسريع صناعات معينة، وأنا أحاول ما أردت أن أقوم بشرحه في ورشة العمل أننا نحتاج إلى المعرفة المتخصصة، نحتاج إحراز تقدم في العلوم والهندسة والقيام بالأشياء بشكل مبتكر، لكن الجميع أراد أن يتحدث عن التدريب من أجل الرشاقة والمرونة ومن أجل التكيف في سوق العمل. لذلك أعتقد أنه ما زالت هنالك فجوة بين فهمنا لما نحتاجه لنواصل التطور وما نحتاجه حاليا في هذه اللحظة لسد الاحتياجات أو لتلبية الاحتياجات الفورية الحالية. هذه هي أشياء أساسية، وسأأتي إلى موضوع مرض الدبلومة لاحقا بعد قليل.
نعم، وهذا لأضيف إلى ما قالته هنا هنا كذلك أيضا، نعم هنالك إدراك كامل لأهمية الحصول على بكالوريوس أو شهادة مساوية له، لأنه يبين أنه يمكنك أن تلتزم على المدى البعيد، وهذا أعتقد أنه مهم جدا بدل مجرد الحضور بدورات تدريبية قصيرة الأمد، وهذا مهم أيضا لأن هذه الدرجات تبقى متطلبا للدخول في برامج الخريجين، حيث لا يمكنك أن تبدأ قدما إلا إذا كان لديك ذلك. إذن أعتقد أن هذا شيء ربما الناس على طريق به الآن، وإلى جانب كذلك ما قالته هنا، عندما يحصل الناس على العمل أو مكان العمل يتوقفون عن النظر إلى هذه الشهادات البديلة، لأنها تيسر لهم المضي قدما على السلم الوظيفي، وحنا ننظر لها، ولأن المنافسة على الوظائف شرسة خاصة في بعض القطاعات، لذلك هي طريقة لتميزك عن الآخرين وأنت في الوظيفة، وهذا شيء مهم جدا. تحدثنا كذلك أيضا عن إدارة المشاريع، مثلا شهادة إدارة المشاريع، لكن في الحقيقة هنالك شخصان قالوا لنا هذه ليست مهارات بديلة، لم تعد هذه مهمة جدا هذه الأيام، لأن الجميع لديها هذه الشهادة. إذن الآن ينتقلون من هذه الشهادة إلى يبحثون على أشياء أخرى كذلك. إذن هنالك وعي الآن أنه نعم البكالوريوس أو الشهادة المعادلة له هو ما يدخلك في وظيفتك الأولى إذا جاز التعبير، أو يدخلك على سلم العمل، لكن عندما تكون في التوظيف وتريد أن تبدأ الترقي على هذا السلم أو ربما الذهاب إلى وظيفة أخرى أو شيء أفضل، عندها تحتاج إلى النظر إلى مهارات أخرى تساعدك على إضافة قيمة لك كشخص وتميزك عن أقرانك. So is that, I mean, is that the main motivation? نظرائك. ما هي الدوافع الأساسية؟ ما هي المحركات الأساسية فيما يتعلق؟ هل هذا الشيء تطرقت له في بحثك؟ نعم، أعتقد أن المحرك الأساسي والدافع الأساسي هو الإدراك والتصورات بين أصحاب العمل بشكل عام أن التعليم العالي لا يجهز الشخص للعمل، لذلك نختتم أن غالبية الناس يعتقدون أن الغرض من التعليم هو أن يعطيك إمكانيات وصول إلى سوق العمل، لذلك الاعتمادات ينظر إليها على أنها جواز سفر يعبر بك إلى العمل بغض النظر عن نوعيته، وسواء كان تقليديا أو بديلا، فإن الفكرة هي أن الغرض من التعليم هو حدد على أنه إمكانية وصول لسوق العمل. الآن بالطبع أعتقد أننا جميعا نعرف أن علينا أن ندفع فواتيرنا، لذلك يجب أن يكون ذلك إمكانية لسوق العمل بطريقة المال، ولكنني أعتقد أن هنالك ربما حوار ليس مسموعا عن ما يحدث عندما نركز على التعليم من أجل العمل مباشرة مع التعليم لأغراض أخرى كذلك. كيف يمكن إذا كان لي أن أتطرق لهذه النقطة؟ نعم، تحدثنا عن الكثير من الأشياء وعن تمييز أنفسنا عن الآخرين عندما نبحث عن وظيفة، لكن وفقا للكثير من الناس الذين نتحدث معهم كذلك، هم أشاروا أيضا أن الكثير من الوظائف تتغير إلى وتطلب المزيد من المهام المعينة والمهارات المعينة، والتي تتطلب مجموعة مهارات متخصصة، ولذلك فبعضهم يرى أن هذا هو يصبح أكثر أهمية من غيره من التعليم التقليدي. ولذا على سبيل المثال الذي رأناه في التقرير ووضعناه واقتبسناه، كان أحد يتحدث عن في علوم الحاسب على سبيل المثال تتطلب الوظائف بايثون، وهي مستوى عال من البرامج لغات البرمجة عالية المستوى، مع فلسفة التصميم التي تركز على القدرة على البرمجة واستخدام العمليات التشفير. وأنا أذكر هنا المقسمات ولكني لست على دراية بما تعنيه في الحقيقة، لكن حتى هؤلاء الشباب في هذه المنطقة كانوا يشيرون إلى هذه الأشياء، وأن هذا ما يريدونه لأنه شيء مقاس بالمهمة والمهارة نفسها، وأعتقد أن هذا مهم جدا. نعم، ولأضيف على ذلك أعتقد أنه التعلم مدى الحياة هو شيء نستمع إليه كثيرا هذه الأيام، ولذلك الناس هنا على دراية بأهمية رفع مهاراتهم والتمهير، وهنالك الكثير من البحوث تتحدث عن العمر الافتراضي للمهارة، وأن هذا العمر يقل بالتدريج مع زيادة التقنيات المستخدمة في أماكن العمل والذكاء الاصطناعي.
ولحظة أن يأخذ الذكاء الاصطناعي عمله مثلا، الفكرة هي أن يتكيف في العمل وأن يبقى مستقلا إذا واصل التعلم من خلال زيادة مهاراته. وأعتقد أن هذه نقلة نوعية كبيرة جدا في العقليات، حيث كانت التفكير السابق سأحصل على درجتي أكون مؤهلا وأحصل على وظيفة لبقية حياتي، والآن يعرف الجميع أن هذا ليس هو الوضع. وفي الندوة الافتراضية تحدثنا تحديدا عن مدرب وظائف أو مدرب مهني، وعرفنا كيف تغيرت المبادرات بمرور الزمن من خلال القيم من خلال مهارات جديدة وانتقال بين وظائف جديدة، وهي كذلك يجب أن نحافظ على ذلك، يحدث مرارا وتكرارا. قاد ذلك أو أدى إلى زيادة الطلب على التدريب، والناس لا يعرفون الآن ما عليهم فعله. إذا حصلت على البكالوريوس لن يكون لدينا وظيفة لطوال الحياة، والكثير من الأدبيات والبحوث عندما نقرأها كل الشباب يريدون مثلا الحصول على أشياء مثلا، وهناك بعض الأشياء التي لا يبحث عنها الشباب بعد الآن. هذه من النتائج المفيدة، والدافع كان هو فكرة طبيعة العمل المتغيرة في المستقبل. هذه نقطة مثيرة للاهتمام جدا. معذرة، كان الصوت مكتوما. نعم، لأتابع ما قالته هنا فيما يتعلق بفترة حياتي أو العمر الافتراضي للمهارات. إذا نظرنا إلى منتدى الاقتصادي العالمي على سبيل المثال، نتحدث هنا عن مهارات التي تستمر ربما 5 سنوات، لكن عندما نتحدث للناس هنا، لأن هذا سيكون تحولا كبيرا جدا من الأشياء التي تحدث في السعودية في السنوات الأخيرة، والناس إذن قلنا لا هذا ليس، وهذا طبعا تم تقصيره مع الزمن فيما يتعلق بفترة الافتراضية للمهارات. وأيضا هناك تقرير نشره، وكان لدي نقاش مع شباب سعوديين هنا حول رفع المهارات أو الحصول على مهارات جديدة واكتساب مهارات جديدة. وما حدثه أن بعض الشباب والفتيات في بعض الوظائف على سبيل المثال يعملون لبعض المؤسسات، كانوا يشتكون لي أنهم لا يشعرون أو لم يشعروا أنهم حصلوا على الفرصة في عملهم للقيام بهذا النوع من الدورة. ولذلك هذا يجعل من الضروري عليهم أن يخرجوا ويقوموا بهذا الأمر فرديا، وهذا أيضا به جانب تكلفة. لكن كان من الواضح جدا من خلال ما تحدثنا معه من خلال الطموحات الموضوعة أن هناك أيضا، وكانت هناك أيضا أشياء ربما بعض الذين تخلف عن ركبه كان يجب أن نأخذها معنا. نعم، وأعتقد أن السياق في السعودية ربما نحتاجه أن نستكمل خاصة في البداية فيما يتعلق بهذه التغيرات التي تحدث وفقا لرؤية 2030 والقدرات برنامج تطوير القدرات المهنية البشرية الجديد أو تطوير الموارد البشرية الجديد. هناك تركيز على هذا النوع من المهارات، الحصول على مهارات قابلة للتسويق، الحصول على مهارات يتم استخدامها في سوق العمل. ربما طورنا ذلك إلى بعض الأسئلة التي طرحناها في الورشة العمل، وكان لدينا ممثلين من بعض الوزارات التي عليها الكثير وتحدثوا عن الحاجة للقيام بذلك. بعض الناس تحدثوا بالفعل، لكن وكذلك من بالتأكيد لديهم المؤهلات التي يحتاجونها، لكن بغض النظر عن وقت ذهابك المدرسة وكم سنة ذهبت المدرسة، لن تقوم بالعمل إلا إذا كنت على الأرض وجربته. الكثير من هذا التدريب يحدث لاحقا وبعد ذلك، وهذا كما ذكر مايك بالطبع التدريب يحدث بعد أن يدرك الناس أنهم ليس لديهم المهارات الكافية التي يحتاجونها وأن يسرعوا العمل في هذا القطاع. وأعتقد أنني هنا أريد أن أضيف إلى ما قالته هنا، أعتقد أنه تصور جديد للكثير من الخريجين الجدد الذين هم على وشك التخرج أو على الشباب الذين دخلوا سوق العمل السنوات الأخيرة، وهي أنه في بعض مؤسسات التعليم العالي مثل جامعة الملك أمير سلطان أو جامعة الملك فهد للبترول والمعادن هم ملتزمون بالقيام ببعض الأعمال، وكذلك عادة ما يأتي ذلك أو يصحبه بعض التدريب، ولا يمكنهم أن يتخرجوا إلا إذا قاموا بذلك في الحقيقة. وبالطبع هذا يتم تسليط الضوء عليه كثيرا، وهو أهمية
وجدوى القيام بهذه العمل في أماكن العمل تلك، ولكن أيضا حقيقة أن أماكن العمل أو التقييم العملي أو التنصيف في أماكن العمل مهما لما نذهب لشهور أو ربما يعمل مجال السكرتاري أيضا، ولكن أيضا القيام بعمل جيد أو تدريب على رأس العمل بشكل جيد يجهزهم للدخول إلى قطاع معين يريدونه. وأعتقد أننا كذلك ما شاهدناه وما يحدث هو وهو أننا هذه الأيام هناك نقص من الأفراد، وبعضهم يدركون أيضا أنه ليس عليهم بالضرورة الدخول في القطاع الذي درسوا فيه، لذلك هذا إدراك جديد، ويدركون الآن أن المهارات قابلة للانتقال إلى قطاع آخر، وأن هناك فرص متاحة اليوم في المملكة. وإذا كان هنالك وعي بأن هذه المهارات قابلة للنقل يمكنه أن يثبت وجودها كذلك في قطاعات أخرى، وهذا شيء لا نراه يحدث كثيرا. دعينا وربما نأمل أحيانا أن بعضهم يعرفون هذه الأشياء ويمكنهم نقل هذه المهارات بشكل أفقي بين القطاعات من المهارات، لكن هنالك بالطبع بعض التأخر في سوق العمل نفسه، وقد قمنا بالفعل عن ذلك أيضا، ولذلك فهو تقريبا وأعتقد أنه يمكن الحصول على بعض هذه المواضيع التي يمكن الحصول عليها بعض المواد، هنالك انتقال من ذلك الآن، لكن أعتقد أنه ما زال هنالك خوف أو هاجس من توظيف شخص ما موجود في الخارج كثيرا أو مؤهلاته، وأعتقد أن هذا ينتقل العديد من النقاط، وأيضا نحصل على الكثير من ذلك يحدث في إطار الفضاء الريادي. بعض الناس يحدثون عنه ويقول نعم نقول مؤهلات موجودة، لكن لدينا ملف من المهارات ولدينا هذه المعايير. So I have two questions. بطريقة معينة وإيجاد وظيفتك الخاصة أيضا من خلال هذه الممارسة. So the BA or the bachelor's degree is like the foundation. See over time that foundation. هو فيما يتعلق بالبكالوريوس أو غيرها من الشهادات، هل نرى أن هذا اشتراط وجود هذا الشيء ربما قد يحدث قريبا؟ لا أريد أن أقول أنه يتقدم، لكن هل سيتلاشى في ناحية أهمية؟ هذا السؤال الأول. والسؤال الثاني، إذا بالنسبة لشخص ما يعمل مع الكثير من الزملاء الشباب الذين لديهم Mark, you used the term, you know, sort of on the job training. They actually spending time in it. You're putting in the hard graft. ما لم نقضي الكثير من الوقت في هذا العمل في هذه الوظيفة. How is that kind of reconciled? بدلا من أن يتواصل مع كل هذه الشهادات المختلفة، كيف يمكن التسوية بين ذلك؟ لو علق على النقطة الأولى، كان ذلك في الحقيقة أحد الأسباب التي دفعتنا للقيام بذلك البحث، وبدأنا نظر لنقوم بهذه المؤهلات، وما إذا كانت المؤهلات الرسمية تصبح أقل أهمية، وما إذا كانت هذه المؤهلات يمكن في الحقيقة أن يتم استبدالها من جانب الأشياء أو الشهادات البديلة. ولكن أيضا على الصعيد العالمي كذلك وذلك الأمر أنه لا، هذه المؤهلات البديلة لن تتلاجى ولن تكون أقل أهمية، لأنها كما قلت سابقا وكما وضحت سابقا أنها توضح أن الشخص لديه التزام طويل الأمد وهي بوابة دخوله لسوق العمل. لا نرى ذلك يحدث مرات أخرى للتأكيد على بعض نتائج من الاستبيان، عندما سألناهم ما إذا كانوا يريدون أن يأخذوا الاعتمادات التقليدية أم لا، غالبتهم قالوا لا، مزيج من الاثنين وليس نتخلى عن التقليدية، ولا أرى أن ذلك يعني أنها ستصبح أكثر أهمية. لكن أنا لديك نقطة واحدة ربما أضيف إلى النقطة الأولى. Eventually, right? We're shifting away from that. But I think what will happen is less of an obsolete kind of BA will become, will be the outcome, but it'll be more of higher education. They're going to kind of bring on some of these. من التعليم العالي سيتكيف، حيث أعتقد أنهم سوف يأتون بالمزيد والمزيد من المهارات وتدريب المهارات في طريقة تعليمهم، وأعتقد أن هذا سيحدث في المساحة التعليمية وهي أهمية
تغيير الطريقة التي نتعلم بها، وأعتقد أن التي نعلم الطلاب فيها، وأعتقد أن كوفيد سرع ذلك وبسبب التعليم الحضوري في الصفوف والتعليم عن بعد. أدرك أنه لا يمكنهم أن يواصلوا العمل بالطريقة القديمة، وأن هنالك حالة تحدث في التعليم العالي من التغيير، لكن لا أعتقد أنها ستتلاشى، لكن سيتكيف ويتغير، وأعتقد أننا ندرك ذلك. التعليم العالي بدأ يدخل في هذا التغيير، وأعتقد أن هذا أحد الأسباب التي من فوائد الشهادات البديلة، أنها تقوم بسد هذه الفجوة الآن، لكنها لن تكون قادرة على سدها للأبد. لدينا سؤال في الشات، والسؤال يقول: هل الجامعات أن توفر هذه الشهادات؟ هل هنالك مساحة لها تمضي لهذا الاتجاه؟ لا أقول أنها ستوفر البديلة، لكن ما يحدث أنها سوف تبدأ تغيير طريقة تقديم اعتماداتها وشهاداتها، ونحن نرى المزيد والمزيد من ذلك. حقيقة الكثير والكثير من التوجهات للتعليم مؤخرا، والتي هي بالتأكيد تستلهم من الصناعة، وهنالك تعاون مع جهات أخرى، وهنالك بالتأكيد حركة في هذا الاتجاه في مساحة التعليم العالي، لكن ربما سنعرف أننا إذا ذهبنا إلى هذه الجامعة أو صاحب العمل سيعرف أن هذا النوع التدريب الذي ستحصل عليه، لذلك أعتقد أن هذا مهم جدا، وأعتقد أنه سيساعد عندما يقوم التعليم العالي بالقيام بالمشاركة أكثر وأكثر في العمل وفقا للغاية وتقديم هذه المهارات. قلنا كذلك وصرحنا في الخاتمة أن التركيز قصر الأمد والتركيز على هذا التعليم هو يقول أن النظام التعليمي يدرك هذه الفائدة، وكذلك يدرك أوجه القصور الموجودة التعليم الجامعي، وإذا سيكون هنالك وعي ينتشر حول حقيقة أن هذا الأمر واقع. الآن كيف كان السؤال الثاني؟ السؤال الثاني هو: إذا كنت مشغولة أو بالسعي وراء هذه الشهادات والاعتمادات البديلة والدورات البديلة، هل يعني أنك لا تقومين بعملك؟ أي أنت تجمعين الشهادات، هل هنالك خطر؟ هل هنالك تعارض مثلا، أو ما يسمى بمرض الدبلومة مثلا يأتي في تدريب على رأس العمل مثلا؟ لا أعرف إذا كان لدينا أي نتائج تجيب أو ترد على هذا السؤال بالتحديد، لكن أعتقد كل شهادة على كورسيرا سجلت فيها لم أنهيها أبدا لأنني في العمل. إذن الأمر يتطلب التزاما وقت وزمنيا، ويتطلب الكثير، وأن ليس لدي هذا الوقت عندما أعمل، وفي ذات الوقت التي بنفس الطريقة عندما كنت في التعليم الرسمي الكامل، بعض الناس يأخذون الجزاءات، بعضهم لديهم التزامات، أنا لدي التزامات أخرى من الصعب علي أن أقوم بنهايتها، لكن أعتقد أنها تشتيت إلى حد ما، وبمجرد أن تقوم بالتسجيل في هذه المنصات سوف يغمرونك بالكثير من الدورات الأخرى التي ستكون مفيدة لك، وتشعر أن لينكد إن دائما يوصي هذه الأشياء، وربما لذلك هؤلاء الشباب ينضمون لها، لكن لا أعرف إذا كان بالضرورة تحدثنا عن ذلك بالتحديد. لكن عندما نفكر في طرق غير التقليدية للعمل، لدينا إشكاليات مع الالتزام ومع بقاء الناس في الوظيفة وفي العمل، وإذا لم يكونوا يمرون بهذه العملية التعليم طويل الأمد، ربما هذا أحد الأسباب، وهو أن فترة الانتباه لتويتر وغيرها والتي تحدث في التعليم على بعض المستويات. لدينا في الحقيقة بعض المشاركين أو في بعض الندوات الافتراضية الذين قاموا تحدث عن ذلك وقاموا بالحصول ونصيحة أن يحصلوا على هذه الشهادات بأسرع وقت ممكن، لأنه مجرد أن يبدأوا بالوظيفة سيكونون مشغولين ولن يتمكنوا بالحصول عليها. وأعتقد أنه بالحصول على بعض النقاط التي أشرتها سابقا، أعتقد أنه غالبا الرغبة في أن بعض هذه الأشياء البديلة أو الوظائف أو الاعتمادات البديلة هي في الحقيقة يتم تقديمها كجزء من الوظيفة، نعم، وأنهم في الحقيقة ليس عليهم القيام بذلك بأنفسهم، ربما ليسوا راضين، وربما قالت هنا أنهم يسجلون أشياء لم تنتهي، بينما هذه الأشياء تكون متضمنة كجزء من توظيفهم، وأن يكون لديهم سبب أفضل للقيام بذلك. وهو في الحقيقة أعتقد أن هذا جزء من تدريب على رأس العمل، من يدرك المهارات التي نحصل عليها و هذه المهارات، وكيف نتحدث عن الجهات التي
تعطي الشهادات عندما تعمل أنت تعمل، لكن من الذي يقوم بوضع هذه الأشياء في فرص تعلم؟ مثلاً أنا أستطيع القيام بكذا أو أستطيع القيام بكذا، هل تحتاج إلى ذلك أم هل يمكنك أن تتحدث فقط عن خبرتك؟ هذا الحوار نفسه عما قمنا به، ونحن نسلط الضوء على وجود هذه الخبرات، قمنا بكذا وقمنا بكذا، وأعتقد أن هذه هي الطريقة المنهجية للتقدم للعمل، وأننا لا نحتاج دائما أن نحصل على الاعتماد، لكن هنالك هذا الحاجز دائما الذي يدفعنا للحصول على هذه الأشياء، وأن يكون هناك شخص ما يقوم بالاعتراف بما تعرفه خارجيا، وهذا مهم لدرجة ما، خاصة أنه إذا كانت هذه الجهة لها وزن ولها كبير. و فيما يتعلق بمرض الدبلوما، أنها يجب أن نسأل أنفسنا هل هذا يحسن من إنتاجيتنا أم لا. لا أعرف إذا كانت تقوم بذلك، لكن ربما ما سمعناه من الشباب عندما تحدثنا إليهم وأنهم ليس دائما تقوم بذلك، إذن هنالك خطر في محاولة الحصول على المزيد والمزيد وأكبر عدد ممكن من هذه الشهادات التدريبية بقدر الإمكان بدون أن تحسن الإنتاجية، وأيضا أن قد تؤدي إلى خفض المصطلحات التي استخدمناها في التقارير، وتعني أنه ربما تفقد بعض مهاراتك لأنك تركز على مهارات، هذه المهارات التي يمكن أن تتقنها تركز على شهادات أخرى فتفقد جزء من مهاراتك الأصلية. هذا شيء ربما واجهته مؤخرا كثيرا في الحقيقة منذ أن تم نشر التقرير، هو ما إذا كان أصحاب العمل يوصون موظفيهم بالحصول على بعض الشهادات البديلة أو الدورات القصيرة في وقتهم الخاص، ولكن هم من يمولون ذلك، يدفعون ذلك أصحاب العمل، لكنهم يوصون بذلك لأنهم يقولون للموظف مثلا هذا سوف يضيف قيمة لك وهذا سيساعدك في الترقيات ونقترح أن تذهب للحصول عليه، وهذا شيء سمعته ربما كثيرا مؤخرا. كيف يمكن سعودية فيما يتعلق بالإرشاد والتوجيه واحتياجات سوق العمل مثلا في السعودية، كيف يمكن نظام التعليم في السعودية أن يضمن الفائدة الكاملة للشهادات البديلة فيما يتعلق بالتوجيه والأطر؟ أعتقد أننا تحدثنا عن ذلك وفي هذا الأمر، وهذا توجه متزايد، ليس كل الدول لديها ذلك الأمر، وما تقوم به هو أنها مجموعة من شرائح ومستويات المختلفة من التعليم، وتخبرك ما هي نوعية المهارات التي سوف تحققها وتنجزها في المستوى الأول والثاني والثالث، ودرجة البكالوريوس والدبلومات هناك ودرجات يبين لك بالتحديد ما نوعية هذه الأشياء، وبعد ذلك تستخدم هذه الأشياء لتعطي إشارات لأصحاب العمل والمؤسسات التعليم الأخرى ما نوع التدريب الذي حصلت أنت عليه وحصلت واكتسبته، هذه إحدى الطرق، ولكن في ذات الوقت نريد أن نتأكد أن هنالك ربما أننا سوف نحصل على إدراك وعلى مؤهلات مثلا الدخول من المستوى الأول أو الوظائف من المستوى الأول، لأننا عندها نضع عوائق للدخول إلى سوق العمل. لا من لم يحتاج إلى هذا النوع من الشهادات، وهذا يقلل وهذا يجعل المؤهلات، فأن المؤهلات تعني كل شيء، أنك يجب أن تكون معتمدا، هذا قد يؤذي ويضر بآخرين خاصة في الباحثين عن وظائف من مستوى الدخول الأول، إذن يجب أن يكون هنالك نظام يحكم ذلك الأمر، وإحدى الطرق أن التعليم العالي يمكن أن يساهم في ذلك الأمر وأن يتأكد أننا نرفق نضع المستويات ومعايرتها بالشكل المناسب، وأن نقوم بإتاحة الفرص للجميع بدلا من تضييقها على بعض الناس. قد يكون عدد سنوات معنا من التدريب مساويا للمؤهلات، وإطار المؤهلات الوطنية يمكن أن يؤثر ذلك، ويجب أن يؤثر ذلك. Like in Australia, for instance, do facilitate that and do recognize. مثلا تكون منشأة مسؤولة عنها ندرك بعض التدريب الخاص بالمهارات في هذا الإطار، وأنه ليس فقط الجامعة وليس فقط مؤهلات مركز التدريب، وأن أصحاب العمل يمكنهم فهم ذلك، هذه إحدى الطرق للقيام بالأمر. شيء آخر طرأ عندما أجرينا ورشة العمل المتعلقة بذلك الأمر، أنا وهنا تحدثنا عن ذلك بشكل متكرر، وهو حالة في نظام التعليم هنالك نقص للتوجيه المهني، وهذا شيء نأمل أن نعمل عليه أيضا في المستقبل،
ولأن هنالك الكثير من أو رأينا الكثير من within the labor market in Saudi Arabia, we've seen, you know, the increase in opportunities for young people. الكثير من هذه الأشياء والفرص المتزايدة لشباب لأنواع معينة من النجاحات, ولكن أيضا الوعي بما هو متاح هو في العادة محدود جدا, خاصة لأنه ربما هنالك بعض الأجزاء من المعرفة مفقودة عن هذا الأمر, والكثير من الناس يتعاملون مع إما لديهم نوعا من الآراء أو النظرات التقليدية للأشياء التي يحتاجونها في هذا المستقبل, أو ربما بعضهم يعتمد على أصدقائه أو زملائه ومن دخلوا سوق العمل بالفعل ليعرفوا عن ذلك الأمر. إذن أعتقد أن هذا شيء ينقصنا, وهذا شيء يجب ألا نقوم فقط بمناقشته في آخر سنتين فقط من خلال التعليم الجامعي والسنة الأولية والسنة الأولى والسنة الأخيرة في التعليم الجامعي. أعتقد أن هذا الشيء يجب أن يكون حتى في التعليم الثانوي على سبيل المثال ومبكرا. وكانت هناك اجتماعات الأسبوع الماضي مع بعض الناس الذين ناقشوا ذلك, وكانوا ينوون أن يرسلوا استطلاعا أو يبدأ استطلاعا لطلاب Would you like to be and then you في الثانوية حول ذلك الأمر لمعرفة مثلا هل تريد أن تكون مثلا لديهم قائمة بالوظائف التي تحدثون عنها. لكن قلت لهم في الحقيقة أنه لا يجب أن نرسل هذا الاستطلاع, يجب أن نسألهم ما هي الفرص التي ترونها متاحة لكم. في هذه الحالة سيعطيكم ذلك معرفة أكبر أو فهما أكبر بما يعتقدونه جيدا لهم وما يعتقدون أنهم سيحتاجون القيام به, لأنه قد يكون شيئا مختلفا جدا عما استشرفوه في القائمة. هذه أيضا قد تكون شيئا مهما بالتأكيد. نقطة واحدة في ذلك أخيرة في ذلك الأمر, من بعض سوء التصورات أحيانا أن المزيد من التعليم سيكون هو الحقيقة لدخول الناس في سوق العمل, ولا أعرف إذا كانوا يحتاجون ذلك. التطلعات لا يجب أن تكون دائما أن أحصل على الدكتوراه إلا إذا أردت التدريس أو البحث, والكثير من الناس يوصلون تفكير المستوى التالي الماجستير ثم بعدها الدكتوراه ليس بالضرورة. في الحقيقة إذا أردت العمل في صناعات معينة ربما سوف تقوم بخدمة نفسك إذا لم تحصل على هذه الشهادات. على سبيل المثال عندما كان هناك الكثير من الطلاب جامعة الملك فهد للبترول والمعادن مهتمين بالحصول على دراسات بعد الجامعة بعد التخرج, ودائما كنت أخبرهم ليس مباشرة بعد الحصول على البكالوريوس, يجب أن تخرجوا وتعملوا أولا لتروا وتعرفوا ما تحتاجونه بالفعل, أو هل تحتاجون هذه الشهادات أم قالت أنا لا يحتاجون إلى الماجستير أو الدكتوراه فقط, قد يبحثون عن هذه أخرى قد تبدو شكلها جميل في السيرة الذاتية لكن لا يحتاجونها. وهذا يرجع إلى ما يتعلق بالاعتمادات والشهادات البديلة أيضا, هل تضيف أي قيمة لك كفرد أم لا, وإذا كان ذلك سيضيف قيمة لك أو إلى رحلة التوظيف لديك أم لا. وأعتقد أن هذا مهم جدا أيضا. شكرا لك. لديك بضعة أسئلة وسوف أحاول أن أتعامل معها. أولا, ما هي ما رأيك فيما يتعلق بالجامعة السعودية الإلكترونية؟ هل توجد أفكار عن هذا السؤال؟ أعرف أن الكثير من الشباب الذين درسوا في هذه الجامعة في العديد من الأماكن عبر المملكة, والتي أعرفها ربما أتحدث عنها وكانوا سعداء جدا الذين أعرفهم بسبب المرونة في الدراسة هناك, وأيضا بسبب ربما الدورات وكيفية تدريس الدورات. وأيضا أعتقد أن هذا من وجهة نظري أو من تجربتي هذا ما سمعته أنا, هل لديك أي إجابة؟ أعتقد أن المملكة فريدة بين دول المجلس التعاون الخارجي في الاعتراف بالدرجات الإلكترونية, لذلك طريقة القيام بذلك بعض الدول المجلس التعاون الخارجي تحتاج للعمل في هذا المجال للحصول على الدرجة. إذن أعتقد أننا ندرك أولا الانتشار الجغرافي في المملكة, وأنه ليس الجميع يمكنهم أن يحضر بشخصه إلى الجامعة, و
even when you're at home, and there are ways of qualifying. وكذلك من ناحية الحصول على الشهادات المعتمدة وأن هنالك طرق لتحقيق النوعية فيما نتعلمه. أعتقد وفقا لما أعرفه أنا عدد الذين يدرسون في هذه الجامعة الإلكترونية تزايد وأنا أعتقد ذلك. هل هناك فارق فيما يتعلق بالنسخ والحصول على شهادات افتراضيا من ناحية سوق العمل أو في الحضور في حرم الجامعة؟ أعتقد أن الهدف هو أنه يمكن القيام بها، الهدف هو أنهم يقومون بها افتراضيا وفي وقتك الخاص، ويمكنك أن تقوم بها أن تكون في وقتك الخاص، وهي إحدى الأشياء المهمة في هذه الشهادات البديلة، ليست مساوية لما يحدث في الجامعة، وهو سيف ذو حدين عندما تحدث عن الالتزام ووجود الوقت للقيام بذلك، وفي ذات الوقت تكون تعتمد على المرونة أيضا. إذن أعتقد أن الكثير من الناس يفضلون القيام به بقدر الإمكان، المنصة تدرك ذلك وتعرض هذه وتقدم هذه الشهادات بهذه الطريقة بشكل أوسع. لدينا كذلك سؤال فلسفي أكثر، ما هي أهم العوامل للنجاح كموظف؟ Well, the thing is, what we heard from employers was agility, adaptability. أعتقد المرونة هو القدرة على التكيف. وكذلك القدرة على العمل في فريق وكذلك التفكير being committed وكونك في الوقت المناسب أو تعمل وفقا للمواعيد وتلتزم بالوقت، وهذه من الأشياء المعروفة. النظر إلى قابلية التوظيف في هذه الأشياء إذن نعم، بعض الناس يتحدثون عن المهارات المهارات المهارات، لكن هذه الفرصة استغلها الآن لأذكر أننا بعض الأشياء التي ربما لم نذكرها في التقرير حول المهارات، أننا يجب أن نتذكر من هم الناس والمهارات التي يحصلون عليها والذين يعطون هذه الشهادات وفقا للوقت وفقا للاحتياجات، وربما الاعتناء، بعض الناس يحتاجون الوقت للاعتناء بحياتهم، الاعتناء بعائلاتهم، الذهاب والمجيء والمدارس وأبنائهم، وهذه الكثير من الأشياء التي ينشغل بها الناس في اتجاهات مختلفة من سوق العمل والتزامات حوله. لذلك يجب أن نكون حذرين لكي لا نزيل من السياق البشر من المهارات التي نحاول أن نقوم بها كذلك. لدي كذلك أن أضيف للجزء الخاص بالالتزام هناك أنه من المهم جدا، وهذا شيء ربما لدينا روابط له في هذه الظاهرة من ناحية المؤهلات، وشيء رأيناه يحدث في السنوات الأخيرة فيما يتعلق بهؤلاء الذين تخرجوا، وأن لديهم ميل للحصول على وظائف بشكل كان أو من وظيفة لأخرى. ونصيحتي لكل طلابي السابقين هو ألا يقوموا بذلك إلا If you have four or five jobs in a year, كنتم لا تحبون وظيفة لديكم، لكن إذا كدكم أربع أو خمس وظائف في سنة واحدة على المدى البعيد لن يساعدكم ذلك، لأنه سيشكل لكم نقصا في الالتزام. وإذا لماذا أقضي وقتا طويلا مني لأدربك إذا لم أكن أعتقد أنك سوف تلتزمين في العمل معي؟ إذا أعتقد أن هذا شيء مهم جدا. Thank you. Yeah. شكرا جزيلا. نعم. أعتقد أن هذا يبان التزامك، وهذا التزام شيء مهم جدا، ربما ليس لدينا وقت له الآن، لكن أعتقد أنه سيكون شيء مهم جدا. وأيضا في السياق الذي تحدثت عنه هنا فيما يتعلق بالتذكر وكل هذه الأشياء، هنالك بشر في قلب هذه العملية، يجب أن نعتني بالإنسان. إذن طريقة النظر إلى الالتزام قد يكون مختلفا من شخص لآخر حسب السياق. لدي سؤال هنا يسأل عن التركيز عن تعليم STEM أي العلوم والتقنية والهندسة والرياضيات، ما مدى أهميته وقيمة التركيز عليه؟ وإذا كنا سنفكر مثلا في دفع التعليم في قوة العمل للأمام، ما مدى أهمية ذلك؟ هذا يرجع إلى فكرة المهارات المتخصصة، نحتاج أشخاصا لديهم معارف عميقة في بعض المهارات إذا أردنا أن نحرز تقدما في هذه المجالات. إذن تعليم مهم جدا، لذلك
هو ليس النوع الوحيد من التعليم، لذلك لا يجب أن ننسى ستيم كذلك، حيث نضع ستيم أي نضيف لها حرف الأي الذي يشير إلى الفن، وهذا شيء مهم جدا، لكن يمكن أن يكملهما بعضهما البعض، والتأكد أن الجميع لديه الفرصة ليسعى وراء ما يجعلهم كذلك ملائمين العمل بقدر الإمكان. إذن نريد أن نركز كذلك على الفنون الإنسانيات، على العلوم الاجتماعية على وجه التخصيص، وكذلك مثل العلوم والهندسة والرياضيات والتقنية، وهذا يعيدنا مرة أخرى إلى معالجة الناس كأفراد، معاملتهم كأفراد، وبدلا من وأيضا أن يرجعنا كذلك إلى فكرة الإرشاد المهني وتوجيه المهني، وتأكد أن الناس على دراية بأنواع الدورات التي يمكنهم الحصول عليها والتي يمكنهم أن يحصلوا عليها بطريقة متوائمة، وعندما يتخرجوا من بعض القطاعات أو بعض الوظائف أنها متاحة لهم، والجميع والصورة صورة متكاملة، كل شيء له دوره. نتحدث عن القدوات والمثل العليا، لا ننسى أن هناك اثنان سعوديان كانوا في الفضاء حاليا، وهذه أمور مذهلة، وهذه نتائج الحصول على تعليم ستيم جيد جدا، لكن نحتاج كذلك مثل عليا وقدوات في كل المجالات، وأعتقد أن ذلك مهم جدا. إذن نحن نرى أن هناك مجموعة كبيرة من المعرفة لدى الشباب، كل الطلاب من ناحية الذين يحصلون على المراكز الأولى في العلوم والهندسة، وبعضنا الذين حصلوا على مراكز أولى ومراكز ثانية عالميا، طلاب ثانوية في مجالات التعليم، لدينا حاجة إلى المثل العليا. هناك مثلا نقصد في أشياء مثل الهندسة محليا وعالميا، إذن هناك أشياء بالطبع يجب أن نركز عليها، لكن نحتاج القليل من كل شيء ولا ننسى شيئا في سوق العمل. نعم، مجموعة الطلاب في من جامعة الملك عبد الله للعلوم والتقنية يعملون على مولد نووي وحصلوا على شهادة أو جائزة عالمية. سؤال آخر، هل ناقشتم نتائج ورقتكم مع القطاع مؤسسات القطاع الخاص في السعودية؟ وإذا كانت الإجابة نعم، فماذا كانت نتائج مخرجات الأساسية وإفاداتهم؟ وإذا كانت الإجابة لا، فلما لا؟ نعم، وكانت الإجابة هل يمكنكم القيام بالمزيد من البحث؟ نعم، ما زلنا لدينا أسئلة. نعم، والإجابة دائما هي المزيد من البحث، رجاء المزيد من التعمق في هذه المواضيع بمزيد من التفصيل. وتحدثنا عن ما إذا كان الأمر معا أو فرديا، تحدثنا مع أشخاص جماعيا أو فرديا عن ممارسين وصانع قرار سواء في القطاع الخاص أو التعليم أو القطاع العام، تحدثنا لأشخاص من كل مناحي الحياة، وأعتقد أن الإجابة التي دائما نحصل عليها نعم، أن أنتم تتركون سطح الأمر فقط، ونحتاج إلى نتعمق أكثر بمزيد من التفاصيل، لأنه يتطور بينما نتحدث، وهو متدفق جدا بسبب التحولات التي تحدث. وأعتقد أن هذا البحث مهم جدا، سواء لإجابة الأسئلة الواردة ممن هم في القيادات العليا، وكذلك أسئلة من يتأثرون به أيضا، مش الناس في المدارس أو في الجامعات أو من يدخلون سوق العمل جدد. لدينا إذن الوظائف الجيدة والوظائف السيئة، نتحدث عن ذلك غدا. إذن القدم إيجاد الوظيفة الفضلة لك، أعتقد أن هذا سيكون أهم شيء، إيجاد أفضل وظيفة لك وما إلى ذلك. نعم، إذا كنا نتحدث عن الإرشادات المهنية والتوجيه المهني، نحتاج وعيا بالذات قبل أن نعرف كيف سنكون عليها في المستقبل، وأنا يعجبني ذلك. سنغير العنوان ربما، جد نفسك وجد وظيفتك. حسنا، يمكن القيام بذلك. إذن قبل أن نختتم، لأننا الآن وصلنا إلى آخر دقيقة لكل منكما، ما هي أهم شيء استمتعتم به من العناصر التي تعلق في أذهانكم بعدما قمتم بنشر ذلك الأمر وتنطلقون إلى المهمة التالية؟ أعتقد بالنسبة لي فإن كسر هذه الأنماط الفظيعة التي
توجد لدى بعض الناس السعوديين أنهم مثلا سعوديين الشباب لا يريدون العمل وهذه الأشياء التي للأسف ما زالت سائدة في بعض المناطق. عندما تحدث عن الشباب السعوديين عن هذا النوع من الأبحاث سوف أنا كما قالت هنا تدرك أنهم يأخذون شهادات بديلة أو مهتمون بشهادات بديلة لأنهم مهتمون بعملهم ومهتمون بمستقبلهم وليس فقط مهتمين بالتنمية الذاتية ولكن كذلك في تطوير أمتهم. نعم وأعتقد لي بالنسبة لي بالإضافة إلى ذلك تأكيد أردد ما قاله مايك وأؤكد عليه هو أنني كذلك أقول أننا بحاجة إلى فهم ما يحدث في سوق العمل بشكل مفهوم ونحتاج أيضا إلى أن نعمل على النظر إلى هذه الأشياء ومساعدة الشباب على الخوض بمر هذا الأمر وسوق العمل بشكل أسلس وأن يحصلوا على كل من التعليم حتى على مستوى التعليم الثانوي وغيره والتعليم الجامعي يحصلون على هذه الإشهادات والتوجيهات لأن هذا يقلل مخاوفهم من المستقبل ونريد أن نقوم بذلك. أعتقد أن هناك الكثير من الأدبات التي تبين أن هذا الأمر غير مخيف وأنهم بحاجة إلى إيصال ذلك إلى الشباب ويجب أن يعرفوا ذلك بطريقة فعالة. شكرا جزيلا جدا. أوصي جميع الحضور اليوم أن يقوموا بتحميل وقراءة التقرير. نعم سوف يكون لدينا هذا الأسبوع كذلك تابعا لهذا متابعة لهذا النقاش. تابعونا على منصات التواصل الاجتماعي للإعلانات التي سوف تكون قريبا. شكرا جزيلا. شكرا جزيلا لحضوركم. استمتعت بهذا النقاش. Thank you. ونتطلع للتقرير القادم. شكرا جزيلا لكم. مع السلامة.